السلام البنات، كي دايرين لاباس عليكم؟ كلشي مزيان اموركم عاليه. نتمنىكم تكونوا بخير لخير ان شاء الله، تكونوا في احسن الاحوال. فيديو جديد معكم اليوم، نهار جديد، روتين جديد، اي حاجه درتها في هذا الفيديو غادي نشاركها معكم. اليوم خارجين انا والعائله واحد الخريجه، المهم نبدلوا الجو، نبدلوا لا روتين، واللي درتها في هذا الفيديو نشاركها معكم. المهم لابسه اللبسه ديالي اللي شاركت معكم داك النهار، ولي زيست بادري والجين اللي داتها انتم معايا. هذه لطيفه هي المخازنه. سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، احوالكم مزيان، كلشي بخير. هذا النهار ان شاء الله غادي نخرجوا طالعين للمدينه، نتساراو شويه، نشوف ناخذ شي مشتريات. معنا بنت خويا وصافي. سلام. ومعنا بنت خويا صغيره وغادي نتلاقاو مع اختي. ايوا اللي دانا انتم معايا. حبيبي بالبنت العريض، غالي وأقرب من الوريد، حالتي تتشخص جنون، بيقولوا لنا بك مريض، أتاري كل ما حب لقيت الطبطبة، وأقوى لو ما انتش بعيد، ضحكتك فيها كهربا، ببقى زي واحد جديد. المهم البنات، حنا دابا واقفين كنتسناو لطخام، حيت نشوف لطخام ايوا هادشي اللي كاين. كيف ما كتشوفوا البنات، حنايا غاديين دابا في لوطخام. وصراحه هاد النهار كان واحد الجو امبيكابل، كان جو مشمش، واحد الجو زوين. المهم البنات، حنايا دابا غاديين للمدينه نساو شويه. ها هي اختي معايا. سلمى، لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. المهم غادي ندور شويه، واي حاجه داتها، المهم بان فيا شي حاجه ولا هذا، غادي نشارك معكم. يلا خليكم معنا. هنايا كيف ما كتشوفوا وصلنا للمدينه. هاد البلاصه كيقولوا لها حبيب العوا، كيتباع فيها الثوب صراحه، الثوب من داك الشيء. وهنايا البنات وقفوا ياخذوا تخابك العقيقات والزويقات وداك الشيء ديال البنات. وهاد البلاصه البنات هي سوق سباط ديال مدينه عباط، فيه صراحه داك الشيء زوين، فيه الارتيزانا، فيه البلاغي، الصبابات، داك الشيء ديال الملابس ديال البلدي. صراحه فيه واحد المنطقه كتخلصكم بحال في جامع الفنا، بحال داك ما اتياك ودا ديال المدينه كيف ما كتشوفوا. صراحه بدلنا الجو فوجنا ودوزنا واحد النهار زوين. ايوا بدلوا 20 شويه ديال الدار، خرجوا من 20 ديال الدار ومن الطياب ومن هادي، مزيان بنادم يفرغ شويه ديك الطاقه السلبيه ويعطي لاس واحد الطاقه ايجابيه. يلا خليكم معايا نكملوا الجوله مع بعضياتنا، واللي داتها في هذا الفيديو اكيد غادي نشاركها معكم. يلا هنايا دخلنا لواحد المحل هكدا ديال لي بوتين و لي بوط و الاوك و داكشي، دايا كلشي بخوموسيون. خدينا هكدا البنيات هاد الشكل اللي شفتوني هزاه، خدينا ليهم بحال بحال، حيت اللي خديت هادي كتبغي تاخدو هادي. المهم خدينا ليهم شكيلات بحال بحال، و عندو شكيلات زوينين، أشكال صراحة في المتناول، حتى الأثمنة مناسبة. هنايا من بعد ما تساينا ومهم عينا شوية و هادي، جانا الجوع، دخلنا لواحد السناك كلينا فيه. صراحة السناك ديما انا فيما كنهبط هنايا كنت المدينه كناكل عندهم، عندهم كلشي نقي وصناكة كبيرة تبارك الله، وعندهم الماكلة زوينة واي حاجة بغيتوها كاين. هاكا
وهذه هي الغديوه ديالنا، كل واحد شنو بغى. المهم خدينا لي تاكوس، خدينا سلاد بانيني، لي بواسون، البنات بغاو لي جو، راكم عارفين البنيات شنو كيبغيو. صافي تغدينا وكلينا والحمد لله، الشكر لله، اللهم اديما نعمه وحفظها من الزوال. ايوا صافي، ودوزنا واحد الوقت زوامنا وتحينا شويه وكملنا الدار ديالنا، ويلا تكملوا معنا الجوله ديالنا ديال هذا النهار. هذا واحد السيد لابس هاد اللبسه وكيتصور مع كدا الوليدات الصغار كيف ما كتشوفوا. هنا دخلنا لواحد المحل، هذا في الشائع محمد الخامس ابو عفه، بعض ما كاينش اللي ما كيعرفوش، في لي بوتيك زوينين. بغيت نشارك معكم هاد البوتيك، عنده صراحه لي بوط والسيكان، داكشي هاي كلاس عنده ما يدار. دخلنا خدينا ماما هنايا، خدات لها اختي شي حاجه من لهنايا. صافي وقلت علاش لا ما نشاركش معكم هذا المحل. لهنايا البنيات كيلعبوا بواحد القطاطات بالماكين، والقواقصين كيلعبوا معاها، صراحه عنده ما يداه. وداين دابا مع البوناني داين لي سولد هنايا في الشارع، هاد لي بوتيك فيهم لي سولد واثمنه مناسبه. صافا حنا كنضاو شويه المهم ساينا شويه وطالنا شويه ودابا غادي نمشيو للدار. هلا، السلام عليكم. هادي اللي كتشوفو خديت الجد وحده زوينه، في واحد الشكيك كيشعل في الضوا، داكشي خديت الوحده. وفاش جيت من الزهر لقيت ماما وختي خرجوا يلعبوا، خداو الوحده اخرى، ولكن هذيك اللي خداو له كبيره شويه، دابا نشاركها معكم في الضوا وتيتبدلوا في الضوا وداكشي. صافي هنايا واقفه شويه كنرتاحو، ماما شنو كانوا كياخدو عيين والله العين. بيبي تبارك الله على بيبيات. هنايا البنات كيف ما كتشوفوهم من بعد ما تساينا فوجنا، صافي راجعين في حالتنا للدار. وهاد اللعبه ديال جات شتو على الضوا كيشعلو فيها كدا بالليل، كيشعلو فيها واحد اللوينات زوينين، وصراحة دوزنا نهار زوين، ضحكنا فوجنا، بدلنا روتين، خرجنا في الشميشة راجعين بالليل كيف ما كتشوفو، لأن صافي دابا شي تمنية، صافي التمنية كتحبس هكدا، صافي كيستو كلشي ستة، راكم عارفين مع هاد الوضعية اللي حنا فيها. صافي هنايا راجعين للدار، راجعين للدار كدا في الطريق غاديا، وكانت الطريق ما بزاف مع كلشي، كنراجع في حالات معكم عارفين الوقت، صافي التمنية التمنية ونص الدنيا كتخوى. إيوا وهذا الشيء اللي كاين، شاركت معكم هذا الفيديو ديال اليوم، ونتمنى ينال الإعجاب ديالكم، ونتمنىكم ما تبخلوش عليا باللايكات اللي عجبو الفيديو بطبيعة الحال، وتكونوا فوجتوا معايا، وتكونوا شانتوما بدلتوا شوية واحد روتين، ما بقاوش غير في روتين ديال الدار والشقة وهادي، خصنا شوية نفوجو نبدلو الجو كيف ما قلت لكم. ايوا وهذا الشيء اللي كاين هنايا راجع للدار. يلا خليكم معايا، اي حاجه داشه في لا فيديو غادي نشاركها معكم. المهم نقدر نسط لا فيديو هنايا، لا دات شي حاجه هي هذيك ما داتوش، غادي نسط معكم لا فيديو هنايا. وهذا الشيء اللي كاين. هذا البنات هي اللعبه اللي خديت لجده، ولا دابا داين اصلا الدجا كيتباعو بزاف. انا خديت الوحده شويه صغار مويان، وبعد جيت للطاقه اش ماما خشمي خدي لي وحده كبيره، هي هذه اللي كتشوفوا فيها الضوء بزاف، وبالليل هكذا باش كيتفضوا فيها واحد الضوء زوين صراحه. ايوا هذا الشيء اللي كاين هنايا، غادي نسد معكم لا فيديو مع فيديو جديد ان شاء الله. خليتكم في امان الله، ما تنساونيش من لايكات. باي باي عليكم. حبيبي بالبنت العريض، غالي وأقرب من الوريد، حالتي تتشخص جنون، بيقولوا لنا بك مريض.